أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: هل يجوز اغتيال الرسام الكافر الذي عرف بوضع الرسوم المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا ليس طريقة سليمة، الاغتيالات هذا ليس طريقة سليمة، وهذه تزيدهم شرا وغيظا على المسلمين. لكن الذي يدحرهم هو رد شبهاتهم وبيان مخازيهم، وأما النصرة باليد والسلاح هذه لولي أمر المسلمين وبالجهاد في سبيل الله عز وجل. نعم.